والله يا اخي يعني الحطب عم نلمه من شان انه نطبخ عليه ناكل نتدفن، اما شوية دفى لحالنا يعني شوفت عينك ومبلول كمان الحمد لله والله يبعث الخير. اما بدك تاخذ الحطبه وتنشفها مشان شو؟ مشان تحسن تشعلها، يعني لا في غاز ولا في كهرباء ولا في ما في شيء، يعني كلها اشياء بدائيه نحن عم نستخدمها، يعني ما كلهم الحال من بعضه مثل ما بيقولوا. ان شاء الله هذا الجيش العربي السوري الباسل تبعنا، شوفوا شو سوا بالبلد عنا. هاي السيارات كلها عالم مدنية، ما دخلها بشي يعني، ولا سوت شي ولا كفري. ليك شوفت عندكم كلها سيارات عالم مدنية وبيوت كلها يعني شو عالم مدنية، درويش ما قربوا على حدا ولا حابوا حدا ولا هلا ابوها جحيم الله لا يوفقه. ظلموا الناس، ظلموا العالم، شردوها. هاي العالم كلها وين بدها تروح؟ وين بدها تسكن؟ كلها قاعدة بالطرقات بالخيام، قاعدة العالم ما عندها دفا، ما عندها. شرب اخي شرب، شوف تفضل، يعني كلها شوفت عينك الله وكيلك. هاي عالم ما دخلها بشي، لا اسائط لا للنظام ولا للعالم ولا لكل الدنيا. ليك طلبت بس كلمتين حلوين صغار، شوية حرية اللي طلبوهم ما أكثر من هيك. شوف هذا الطريق كان أخي كلياته عالم مدنية وأطفال وعالم يعني حياة طبيعية ما في أحلى من هيك. هلا قلب لجحيم.